مالك يامه بتبكي ليه؟ قولي لي بس مين زعلك؟ وانا اطخه واولهم ابو هبه. سلامتك يا منصور وسلامه بيتك. خلاص مفيش حاجه، ما همشيش غير لما افهم مين اللي عكر مزاج داني. ما انا قلت لك مفيش حاجه. يبقى فيه يامه، يبقى فيه الدرس اللي باكل عليه انكسر. ولا يهمك يا روح هبه، نعملوا لك طقم اسنان. بس والله الدرس كان سليم. معلش يا امي بتعوض. طيب اقول لك على حاجه تعملها لي وتعملها من عينيا يا امي. انا هنا ما طايلاش شمس، عايزك تاخد الدرس بس اوعى يوجع منك وتقف في الشمس وتحتفه وتقول يا شمش يا شموشة خدي سنة الجاموسة وادي سنة العروسة. حاضر يا أم، يعني أقف قدام الشمس؟ أقول يا شمش شموشة خدي سنة الجاموسة وادي سنة العروسة. أنا يا أم أنا يا شمش يا شموشة. فرغوا الكونتينر ده واستنوا الكونتينر التاني. مين اللي هيطلع الصندل؟ ابقى اسال واقول لك. عايز توصي يا ماهر، الجو بتاع هناك مستنيني. اشتغل يا زي الأثر، الحاجة القايمة بتصحصح الروح. كل حاجة فيه مختلفة، عمري ما شفت سلاح كده. تعرف يا ماهر، مفيش حاجة مفيهاش روح. الحاجة اللي تخطفك وتحايلك تبقى أصيلة، والحاجة اللي تمر عليك من غير ما تشغلك سبها وانت كسبان. ده السلاح ولا حاجة تانية؟ أول مرة أمسك فيها سلاح كان مسدس من الحرب العالمية التانية. عرفت بعد كده إنه مسدس رومل. تعرف يا ماهر، اتعرض عليا في المسدس ده 1,000,000 جنيه وقلت لا. المسدس ده لحضرتك؟ ما بكيش فيه غير للسلاح. كان زمان، دلوقتي لا. ولا الأثر ولا التماثيل والذهب والحجر والحاجات دي. الله يجزيك الله، دي عيب اللي يعرف سرك. ها اوعى تعمل زي عمك وتدي سرك لغيرك. ها
برضك السلاح ده لمين يا باشا؟ لجلال باشا وزير السابق. الوزير السابق يا ماهر اصل غاوي انتيكي، بيحب السلاح الانتيكي اللي زي ده. تعرف انت المسدس ده؟ يمكن مفيش غير ثلاثة منه في العالم مصنوع يدوي. الكونتينر التاني وصل يا عمي. تلت يروح الصعيد او تلت يروح لولاد بدوي في الجيزة او تلت خليه شوية هبقى اقول لك يروح فين. طيب فيه ناس جديدة عاوزة سلاح؟ لا لا ما زباين كين مرفوضة. أبو هيبة ما بيبيعش سلاح لتجار المخدرات. أنا قصدي الجماعات بتوع جبل الحلال. طه نفسه يطلع الصندل للمرة دي. يطلع. تفضل يا باشا. هيلة هيلة جدا، ممتازة ممتازة. هي تقيلة شوية. علشان يدوي قوتها لنا 10 أضعاف. بقولك ايه يا هيبة؟ تحت أمرك يا باشا. خد بالك من كين، اوعى تنساه لحظة، انتظر منه رد فعل قريب. ما تقلقش يا باشا، ده لو فكر فكرة في خياله، شوف في خياله هتوصل لحد عند ابو هيبة. انا عشت اليوم ده يا هيبة، اليوم اللي وقفت فيه في مكتبي اصرخ في وش الدنيا واقول لهم انا عارف العفريت مخبي ابنه فين. اليوم ده لبسوني الجلابية، اليوم اللي حسيت فيه ان قبضة ايدي بقت حديد. لما فتحتها لقيتها بتترعش. يوم ما تقول ما تقلقش يبقى لازم تقلق. فهمتها يا باشا، فهمتها. أول مرة حد يدق علي هنا. يا ترى الليل شايل لك إيه تاني؟